بسم الله ما شاء الله. مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، أعلى مئذنة في العالم، طولها 200 متر. ساهم في بناء المسجد أكثر من 2500 عامل وعشر آلاف صانع تقليدي لمدة 6 سنوات من عام 87 إلى 93. بسم الله ما شاء الله، تحفة معمارية. أكثر من 25,000 مصلي وتتوفر على سقف متحرك ما شاء الله، على مساحة 20,000 متر مربع. دار البيضاء فول ماش دار الرباط. أنا عم بتصيد أجواء زمهرير.